بعد حرق العدو الإسرائيلي للعلم اللبناني، فنان لبناني بأقوى تعليق، البعض بعده بحرض على المقاومة. مرحبا، ده كل لبناني خايف من بكرة، بقول له حقك. بس نشر الفنان اللبناني يوسف حداد على حسابه عبر منصة إكس فيديو له وهو يعلق على الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه عدد من جنود العدو الإسرائيلي الذين يحرقون العلم اللبناني. وأرفق يوسف حداد الفيديو بالتالي: الإبادة بالقطاع والعدوان البري على لبنان فضحت وجه نوج أمريكا النازي لأغلب اللبناني والعالم، وأمستردام مثال. مظبوط، مشهد مستفز مقرف، مشهد بفرجي أنه هذا العدو هو عدو كل لبنان، عم يخزق ويحرق العالم. وتابع الفنان اللبناني يوسف حداد: بس للأسف البعض من زعماء وسياسيين وإعلام رخيص بعده بيبرر المجازر وبيحرض على المقاومة وبيستنجد الأمريكي والغربي بدمنا وبدن فتنة تنفيذاً للمخطط. هذا وكان قد استذكر الفنان اللبناني يوسف حداد الأمين العام للحزب السيد حسن بعد مرور 40 يوماً على استشهاده في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. المقاومة هي فكرة، المقاومة هي نهج، المقاومة هي حياة، هي شرف. وفي التفاصيل كتب يوسف حداد في منشور له عبر حسابه على إكس قائلاً: في ذكرى الأربعين يا سيد، أيها الصادق، أيها الرجل المقاوم في زمن الخنوع، لم ولن ترحل، باق في قلوبنا، باق في هوانا وسمانا وسهولنا وجبالنا، باق كالزيتون والليمون، باق كالأرز والصنوبر، باق كموج البحر وكهدير العاصي، باق شامخ قلعة شقيف، باق كالتاريخ في بعلبك. وتابع يوسف بكلمات مبكية: باق كموسيقى الرحابنة وصوت الملاك فيروز ووديع، باق كجبران في النبي. واستذكر يوسف حداد عقيدة وإيمان السيد حسن: يا من أحببت المسيح والعذراء وكأنك مسيحي راهب، ودافعت عن الكنائس وضحيت بخيرة شبابك الذين تعلموا منك الفداء والتضحية، يا من لم تغرك مباهج الحياة، يا زاهدا صادقا أمينا متواضعا، رحلت عنوة عنا وستبقى بقلوبنا عنوة عنك. أيها المجتمع الدولي المنافق الحقير الساكت عن جرائم الإبادة اللي عم يرتكبها الوحش الصهيوني اللي عم يقتل الإنسان. وأضاف الممثل يوسف حداد: رافقتنا من طفولتنا فصرت فردا، أخا، أبا في كل بيت، سمح الله كل شامت وحاقد ومفتن لأنك أنت كنت تقول ذلك، لن أقول وداعا بل إلى اللقاء. هذا وكان يوسف حداد قد نشر في حسابه عبر موقع إكس فيديو له خلال استماعه لخطاب السيد حسن الأخير قبل استهدافه، والذي كان قد نشره يوم الخطاب. إمامك إلا عدد وجمعك إلا مدد، هذا الجمع إن شاء الله سيمدده الله ورجال الله